بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسيني لحية صدنات كتابك أبو شجاعة إيوه شرح أنك شرحنا كتبها كله سيان إن شاء الله تعالى فقه وطا دليل كيسي أما الدليل دي سي وطا أو كوبان لما يسترانا أي نوه الله دروسي هذا عن صو هذا كسو هذا لي وحا إن صور دافتي وحان كغا هذا لي وإنو قدن بي الصلاة دا وحان سلاحي والحمد لله والمنة ولله الحمد والمنة صلاة فرض كأ أما صلاة فرض كأ هي شنطة سيدا ما يستران أيا نغسو هذا اللي مركا وحان هدنا قلينا وحيابها صلاة كلا هن فرض كأ هين السنة دا وفضل بلان له سيدا هذا إذل بنا عباداتك وحيليهين عبادة فرضة أو ركن من أركان الإسلام إيوه أو صنع أو إليه لما أنتوت صلاة دواسداس أو وحيلي هذا هاي صنع إلي هذا صلاة أنا هين شنتي صلاة دواء دي فرض كهيد أو صنع أو بضن بيلا ذا وأكون رمينا كهذا الله إن شاء الله تعالى فضل بضن له صنك واسد أكله بش رمضان أيا يا ركن من أركان الإسلام لكن هدنا وحاجرة صوم بضن أو اللي هذا صيام التطوع أو يسقون أجر بضن له أو إله يدو إن جارسيا أن كهل دونه زكرة وحويا مد ركن جاي فرض كأ هذه اللي جاي ما دو وحاجرات دي الصدقة دي صدقة دو أيدل حول عاد بحسو أو خير كعاد كوب بحسو أو جهات كوب بحسو أو مساكين تسيسو أو وجوه الخير كوب بحسو وحويا حول بنتي زكاة دي أم بيرعسينه لكن أو صنعة زكاة دي معها لكن دو على الإنفاق وأو بحن وحول البحيي زكاة وحويا وحق مفروض معلوم وحل يقان إله سبحانه وتعالى يشارع وجوي أنت أيتها أنت إذا أنت لقى بحنا يو يصل استد الله بحنا يدتك الله سينا يو أنت هسويد الباء وحويان إسلام كأي جوي أو لما خلاف فكر يو أو ركن من أركان الإسلام لكن هذا نص صدقنا أن أنت هسهين نسحوق له يا ليسوق بوري أجر بدن ويل هذا marka sidaas ah ibaadadka oo idil marka laga yimaado qaybta faradka ah waxa jira qayb kale oo sunna ah ayaa jirta marka waxaan soo qaadanaynaa xadiith al-qudsi ah oo imaam bukhari uu warinayo xadiithka 40 kana ku qoran oo arintaas ka hadlaya arintaas waxay sheegaysaa guud ahaan waxa loo yaqaan nawaafisha sunnana waa la yiraahdaa tatawuc waa la yiraahdaa nawaafil waa la yiraahdaa ama naafila waa la yiraahdaa maxaa jira qaybtii qasabka kugu ahayd ee la'aanteed aadan muslim fiican noqonaynin qayb aan ahayn waayo oo bilaysa oo ku kamilaysa oo ku dhamaystiraysa oo maaragtay qof si fiican ilaahiisa u caabudaya ku noqonaysa aad ku noqonaysa weey sunnadu ama nawaafishu ama تضوع عبادته وحسوار رأينا حديث القدس ما تقرب إلي عبدي ما تقرب ما دواده إلي أنك عبدي أدوان كيغو بشيء وحيه ما دواده شو حسوار أحب إلي أنه أنك جعلهي مما افترضته عليه وحيابه أنك فرض يالي
wixii lagu farad yeelay ee faradka ah wax ilaahay loogu dhawaado oo maaragtay xagga alla looga jecel yahay ma jiro. Alla subxaana wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay inuu addoonkiisu sameeyo uu isaga ugu dhawaado oo addoonka ilaahay oo mutiica u noqdo waa wuxuu ku farad yeelay inuu la yimaado, sida salaada faradka shanta salaadood, sida bisha ramadaan inuu soomo, sida inuu xajiyo, zakada inuu xoolihiisa ka bixiyo, birulwaalidayn inuu sameeyo, wixii lagu farad yeelay inuu la yimaado. Marka taas waxa weeyaan faradka ayaa mudnaanta koowaad leh, isagoo farad aadan la imanin, isaga oodan farad la imanin sunna lama imanaysin, yacni waa faradka koowa. Fuqahada waxaan ka maqli jirnay faradku wax farad ah markasta wuxuu ka fadli badan yahay wixii nafli ah, wuu ka fadli badan yahay. Saddex shay maahane, saddex arrimood oo waxaa jirta nafligu ama tadawucu uu faradka ka fadli badan yahay. Saddexdaas waxa weeye, koow waxa weeyaan salaanta, qof muslimna aad salaanto, inaad bilowdo iyo inaad radido. Yacni qof muslim ah oo aad iska soo horbaxdeen ama aad u timid inaad salaanto oo tidhaahdo assalaamu calaykum waa arrin sunna ah, waajib kuguma ah. Laakiin qofka la salaamo inuu salaada radiyo waa waajib. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. مركا هو أمر ألي وحدي لين سلامو سلانتا داتكا كقادة. مركا سلانتا أوتكا قادة أي واجب وي إن سلادة سلانتا داتكا كوبي لوضانا وضادوك داتكا سلانتانا واسنة أما وانفلي. لكن نفلك عسى وحكف اللي بدن يهي واجبك. تاسوى مسألة كوبات. مسألة اللي بعدنا وحوي هدي قف عن حولها يسنين ومسكينة الدين كل هذا فقير اما روح دن ليه وهنا هنتي لهين يا الدين كل هذا هاي دينتي وقت قديبة لسو قاري وقت قلب بحين لها دينتي لسو قاري inaad ka sugto ilaa uu wax ka helo waajib wey. Inaad iskaba cafidana waa sunne oo waa nafli, laakiin inaad iska cafido ayaa ka fadli badan. Inaad iskaba cafido isaga dhan oo tidhaahdo warxamahaysatida waan kaa cafiyey ayaa ka fadli badan sugitaanka aad sugi lahayd. Marka aayaad min kitaab illaahi oo suuratu lbaqara ku yaala ayaa arintaa sheegaya oo waxa weeye, wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara. Wa in kaana, hadduu yahay ruuxii daynta lagu lahaa duu cusratin, mid oo aan waxbaba haysanin, fa nadiratun in la sugo, ilaa maysaratin ilaa uu wax ka helo waajib weeye, waa qasab, waa waajib. Marka taas waa qaybta koowaad. Laakiin inaad iskaba cafido ood tidhaahdo war iskaba dhaaf ka waran iyada ood iskaba dhaafto, maxaa jira isla aayadda ayuunbaa sheegaysa, waa in kaana duu cusratin, haddii uu qofka addaynta ku lahayd uu mucsir yahay uusan waxba haysan, fa nadiratun ilaa maysara. Wa an tasaddaquu khayru lakum in kuntum taclamuun, inaad ba iskaga sadaqaysataan ood iska cafidaan yaana ka khayr badan sugitaankaas, laakiin qasab kuguma ah. Marka taasna waxa weeyaan arrin nafli ah oo ka fadli badan arrin waajib ah. Taasna waxa weeyaan waa masalo kale oo halkaas iyaduna xaqiiqadu ay sidaas tahay. Arrinta saddexaadna waxa weeye, haddii aad leedahay addoon, hadda sida muuqata addoomo ma jiraane,
هدي او روح مسلمي ادون لي ادون كاسنا او يهي نين حوغ له شقيسن كرا ان او يداهدو او عدسدو وحل يداهدو مكاتبة وحمل يداهدو مكاتبة انو كو عدسدو وولي يهي حق بولي يهي ومكاتبة دي محاي تهي سيد كيسي أمن كيلا هبو إيمان يا وحودة يا ورين تاسو حولا أيام كسينا يا وصوش قيسان حولا كو كاني حولا مركان كو كان إحرى مركا وحويان مركو أوكي يالو وحوغا غان قبسي أين تسيسو واجب بيكو قطاي وحوغا غان قبسي أهو وحكو بلابا أين تسيسو واجب بيكو قطاي لكن إن أزكب حريسو وسنة سنة هاز دانا كفضل بدن اي واجب كي اوها انا دو حقا عن قف سياسيسو اي ارنت انا وحكاها ليس آيات من كتاب الله او في سورة النور والذين كوي يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا آيات دهار هالكاس يك مكاتبة ديكاها ليس آيو dadka waladiina kuwi yabtaguna dalbaya alkitaba waxa mukaatabada la yiraahdo dalbi oo dhahaya war intaas oo hantay ayaan ku keenayaa ee hore taasak yaani kitabka uu sheegi ama mukaatabadaasi ay ay du sheegayso waa sidaas oo mimma malakat aymanukum wixii idinka dadka aad idinku leedihiin ee adoomahiina haddii فكاتبوهم باليد مرك طلب كاسو أقبلا إن ذاك بشان وي إن علمتم فيهم خيرا هدي أدكو أكتين دات كاس وناك وناك كاسو أه إن بلان تاكسو بحيان أولا يكون شقيستان إن إليهين لعكتي إن إسكا كيني خير كاسو دان هدي أدكو أكتين مرك وإن أتكيشان مرك تاسنا وحي دليل عدو تهي islaam ku sidoo adoomaha in la xoreeyo oo adoonimada laga baxo uu dadka ugu booriyay maa muslimiinta marka dadka la mukaatabeeyo wa atuhum siyaaliri min maali illahi alladhi aataakum hantida oo alla idin siiyay wax ka siiya hantida alla idin siiyay wax ka siiya marka waa gacan qabsigi bay aayadaas sheegaysa marka gacan qabsiga ayna siisa waajib bay kugu tahay إن هذا عفيدنا نفل يتطوع يسنوي اكتعسانا كفل لبضن مركا دي صدحنا على غير هوا الرماد مركا ستا سنوي فرض أما سنوي واجب واجب كأيا فرض لبضن ألا نكاسو جعلي هاي ما تقرب مدو هذا إلي أنيق عبدي أدوان كيغو بشيء وح وحا سو أحب إلي أنا حاجة يجي لو قد جعل بدنها أمان أنا وكج على هاي مما افترضته عليه وحيابه أنكو فرضي علي مرك هدي أدربته الله سبحانه وتعالى رضيه س يجعل كيس إن أدهشه وحقوق فرضي علي دائم وحقوق فرضي علي دائم سيدي ورسولك عليه الصلاة والسلام إنه برينا سيدي إنه أجدو إخلاص iyo maxaan ku idhaahan la imo oo sidan ikhlaas kuna hala socdo sunnadii waa tan marka wala yazalu abdi adonkaygu ma ka zuulaya taqarrabu ilayya bin nawafili inuu haddana igu soo dhawaado waxyaabaha dheeraadka ah ee nawaafisha la yiraahdo wixii lagu farad yeelay waxa ka dheeraadka ah ama salaad ha ahaadeen ama soom ha ahaadeen ama zak sag ama sadaqa ha ahaadeen iyo wixii kale oo khayr iyo birri ah way badan yihiin xataa uhibahu ilaa an ka jeclaado yacni fiiri marka yacni inaad nawaafil badan la timaado waxay kuu keenaysaa ay natiijadeedu waxay tahay alla ayaa kugu jeclaanaya si fiican u dhageyso walaa yazaalu cabdi ولا يزال كمزول عبدي أدون كيغو يتقرب إلي بالنوافل إنو يقول دوادو أنيغا يقول سور دوادو بالنوافل عبادات كنوافش اللي يلاهدو إرداراتك ووحيابه أنكو فرضي علي أنا هين إكرداراتك
حتى أحبه إلى أن كجعل هذا مركا الله سبحانه وتعالى إنه كجعل هذا وحدكه ليس إن هذا عابده عبادة أنا وحا كم ذا وحكوك فرضي عليه مركا الله تماده وتساس أقام مجنجل يسوع عرديس يا كل جعل كيسة أما جعل كيسة نوحد كله ليس يرد أهنجيسة إن بديسه نوافش مركو الله كجعل عضو فإذا أحببته فإذا مركي أحببته أضنك عن جعل عضو كنت وحنا هذا سمعه مقل كيسي الذي مقل كاسو يسمع به وحكم مقله وبصره أرجيس الذي أرجع صو يبصر به وحكو أركه ويده جعنتي سي التي يبطش بها وحكو قبصده ورجله لقتي سي التي يمشي بها وكسعده ولئن سألني هدو وحي ديستل أو اعطينه وانسينيا ولئن استعاذ بي هدو وحي مغنقلنا لو عيدنه وان مغنقلنيا مركا انت عسو حي تهي هدو الله كجعل هذا أمورها أو إذل الله سبحانه وتعالى أي سهل أي ساسوي معنى هذا مركا تاسو حويا وحي نوغو يريسا وقفك مسلم كأ أي أقول يا ريسا أي كبر ريسا أي جعلي سين ريسا إنه كده ذاله نوافش إنه كده ذاله آه نوافش نبي عليه الصلاة والسلام إنه جدائي وفضل جو أنا إنه أقول شيء جاي إن الله تما دمر كا قيبل بمر كا هذا أيان قاعد دوناي ما أنت وحنك الله ينا صلاة صلاة نوافش هذه waxa loo kala qaybiyaa nawaafish oo salaada waxa loo kala qaybiyaa laba qaybood oo waaweyn la loo qaybiyaa waxa la yiraahdaa mutlaq iyo muqayyad mutlaq iyo muqayyad baa loo kala qaybiyaa mutlaq waxa la yiraahdaa mid iska furan oo waqti lahayn macnihi waqtiga heshaba waa tukan kartaa shanta goor ee إن لا تكذب لا ممنوع أي ما هني، يعني أنك صاحب الله، وقت جي كلا عد عاد هشوا، وتكن كرتا صلاة بتكن كرتا، وحل هذا نفل مطلق بالله وامد إسكافران ترم ماله، أنت ربت تكن كرتا، أنت هذا دو مركا وقت وهايسو، يا تكن إيسا، لا بلا بارك عدود بان لو تكذب لا بلا بارك عدود، أي لو تكذب، مركا تاس وحويه. وحال إلى مطلق من مقيد بال إلى هذا يو وقت بوكوكو بينه وقت بالسي وقت جاس أم بتكن كرتا هي كيفية دي أصو عروري كوا عن كبلا بينا كوا أو مقيد كأم عن كبلا بينا كوا سان حق سالنا كوا كله تي أم بعنا وقت شيء جد أم بعنا ووهي عن إنت عهين وحاس كإلى علينا يساون وقت يدي إن سا إن لتكذل ممنوع أي أم بس كإلالين كتاب كي هذا نص الله بنا فصل كان فصل وهي في الصلوات صلاة هي بفصل وهي المصنونة إلى السنة هي السنة ضعهاي واجب كجمعها لكن آدي آد أي فضل إليه وأكواس سبب تكون نقنية محبة إلهي يا إن إلهي سبحانه وتعالى الله أمورها قدامه ويسره في الصلوات المسنونة هي والرواتب كوي الرواتب تاعها رواتب تبا وحي كم يديهنون صلاة الله السنة أي كم يديهن لكن ما عجير إليهنو وصلاة الله الصعدة شنت صلاة ذات كوسار رواتب ليدا شنت صلاة ذات بقى صلاة وربو حيلة هاي صلاة سنة أما النفلة أو لص عطاء يلي هذا أو أنكهرين وأن أرك الدونة مرك الكتاب جوحي والصلوات صلاة ذها المصنونة إلى السنة خمس شنواي العيدان لبدا عيدود عيد الأضحى يعيد الفطر والكسوفان لبدا مذو لبدا مدو وحالي وحالك وضع قرح ذو مركي مدو باتو
salaad baa la jideeyay oo sunna ah dayxu haduu madoobaadana salaad baa la jideeyay dabcan qoraxdu markay madoobaato yaa ku suuf laydhaa dayxu markuu madoobaadana khusuuf baa laydhaa laakiin markan oo kale taqliib baa laydhaa taqliib waxaa la qaalib yeelay qoraxda qoraxda madoobaadkeeda oo kusuufka ahaa yaa dayxiina la hoos geliyey markaas kusuufaan baa layidhi walistisqaau iyo roobdoonti iyo roobdoonti shantaa salaadood way jiraan oo sunno xoog la ah waxaa kale oo jira wasunanu sunnooyinkii attaabicatu oo raacsanaa lilfaraa'idi salaadaha faraa'idta ah sunanta raacsan ama waa rawaatibtii hadda aan sheegaynaye sabca casharata ragca toddoba iyo toban ragcadood waay toddoba iyo toban ragcadood ayaa raacsan marka iyagana toddoba iyo tobankaas ragcadood ama ragcadahan salaadahan loo yaqaano rawaatibta ee raacsan salaadaha faradka ah waxay u kala qaybsadaan sunnatun mu'akkada iyo sunnatun gayru mu'akkada labadaasaa loo kala qaybiyaa yacni mid la adkeeyey waa inta ugu yar baa laga wadaa micnihi hadda waxyaabaha la adeegsado ee mustalaxaadka la isticmaalo cilmiga loo adeegsada waxaa ka mid a waxa la yidhaha alxaddu ladnaa iyo alxaddu lacla yacni inta ugu hoosaysa ee marna aan laga yarayn karaynin iyo meesha ugu sarraysa ee la gaadhsiin karo saasaa laga wadaa kuwa oo mu'akkadka ah waa inta aan marna laga yarayn karaynin marna aan laga yarayn karin waa intii ugu hoosaysay alxaddu ladnaa waay alxaddu laclaana waxaa weeyaan waxaa ku jira kuwa kayru mu'akkadka ah ayaa ku jira mu'akkadkii iyo kayru mu'akkadkii marka la isku daro yaa waxay tahay meesha ugu sarraysa marka kuwan oo mu'akkadka ah oo inta ugu yar waa toban toban waay toban ragcadood yaa salaadaha la socda si fiican loo dhegaysto tobankaa ragcadood ha lagu dadaalo waan ognahay dacfigeenna iyo tabaryarideenna iyo sida aan maaragtay cibaadada loogu jajabnayn marka bal horta inta ugu yar ha lagu dadaalay inta ugu yar minimumka inta ugu yar ee mu'akkadka ah inta mu'akkadka ah waxay ku soo arooreen xadiid cabdullaahi ibni cumar cabdullaahi ibni cumar xadiid uu wariyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisa ayay ku soo arooreen marka yacnii tobankaas oo ah alxaddu ladnaa oo kuwa mu'akkadka ah halkaasaan uga baxaynaa maxay yihiin can ibni cumara waxaa laga wariyey radiallahu tacaala canhuma cabdullaahi ibni cumar isagii aabbihiiba allah ka raali ahaadee laba saaxiibi bay ahaayeene wuxuu yidhi xafidtu waxaan anigu ka xifdiyey oon qaybay oon dusha ka qabtay oo aanayna iga fakanaynin min annabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama cashra ragcaatin toban ragcadood marka waa taas weye tobankaa ragcadood waa kuwa mu'akkadka ah waa kuwa la adkeeyey waa kuwa ah inta ugu yar alxaddu ladnaa maxay yihiin kuwaasi tobankaa ragcadood maxay yihiin ragcatayni laba ragcadood oo qabla duhri duhurka ka horeysa marka laba ragcadood duhurka ka horeysa ayay ku dhaafin bal horta waa intii ugu yarayd afarna waa laga dhigi karaa waan arki doonaa afarna waad ka dhigi kartaa laakiin inta ugu yar ee mu'akkadka ah ee xaddu ladnaada ah waa taas ragcatayni laba ragcadoodoo qabla duhri duhurka ka horeysa wa ragcatayni laba ragcadoodoo bacdaha duhurka ka dambaysa marka duhurka afartaas yuu leeyahay laba ka horeysa iyo laba ka dambaysa waana mu'akkad wa ragcatayni iyo laba ragcadood oo bacda almaqribi maqribka ka dambaysa maqribka dabadi fii beytihi gurigiisuna rasuulku ku tukan jiray sala allahu calayhi wasalam marka sida la ogyahay rasuulka guryihiisa iyo masjidku way isku dheganaayeen marka ruuxii
قرقيس ودوي هاي مسجدك مركو مغرب تكذا قرقيس يسك آدي قرقو كسرنا السنية لكن روحه كفق هاي قرقو أن مركا قرقة تاي كرين مسجد في إسكيت كان يا مركا لكن روحه قرقيس ودوي هاي إنه قرقيس كت كذا يا فضل بدن يا ورك عطينا لا ورك عضاضة بعد العشاء يذا العشاء كذبة في بيته قرقيس مركا عشاء ما دام روح ولبا ان غورغي سو لاوانايو ما قاند روحي مركا شقاله اما وارديال او ميل كلا سيخانيا ما هانه لكن دتكو سيده او بدن يهين قف ولبا او غورغيسا سيخانيو عشاء لبدا رغعدود اي راتبدا اه اي عشاء راعسن غورغا ان لو توكدا ايا فضل بدن ما جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم غورغيسا ايو كتوكن جيرى iyo warakcatayn laba ragcadood oo qabla subhi salaada subax ka horaysa laba ragcadood oo salaada subax ka horaysa kuwana guriga ayuu rasuulku tukan jiray sallallahu alayhi wasallam guriga ayuu ku tukan jiray laba ragcadood oo fudfudud ayuu guriga ku tukan jiray marka halkaas toban waaye rawahu shaykhani bukhari iyo muslim baa wariyay marka xadiiskaas oo mid ka dhibcayso أو بخاري مسلم أي وريين يا وحو شيغي يا كوا مؤكد كأه أو أه حد كأنت أغير مركا لكن قود أهان هدي الله شيغو مؤكد كي يا غير مؤكد كي مركا لا يسكد دارو هدان كتاب كأغرين والسنن سننتي التابعة الرعسن الفرائد صلاة فرد كالرعسن 17 ركعة تضبيه تمر ركعات وهي ركعتا الفجر صلاة الصبح لمدي سر ركعات هي كهرية وأربع أفر وقبل الظهر ظهر كهرية طبعا أفر تاس لبوا مؤكد كي كسو أروي الحديث كي ابن عمر لبوا ذكرنا وغير مؤكد كي أو كسو أروي حديث بدن أن أركض دونا أي كسو أروي وركعتان لبوا ركعات بعده ظهرك كدم بيسا وأربع أفر أو قبل العصر عصر كهر رئيسا أفر تا عصر كهر رئيسا مؤكد كي ماها ما كجرين ابن عمر طبعا كي صلاة دو صاحب دي كو مجرين لكن وحي كسو عرارين أحاديث كالي أي كسو عرارين وركع تاني لبركع دو ديقنا وبعد المغرب مغرب كدم بيسا كواسنا دي حديث ابن عمر بيكسو عرورين السقنة وثلاث صدحوه بعد العشاء عشاء كدن بيه صدح ذا سو يوتر وكوة ترانيو كوة ترانيو وتركي بواحدة من ومنهن كمدة مركا ومتركا وتركا سيديسة ايان وقو ايمان دونا ويهي سنة قارة حتى حديث قاركونا اي موجين ايان اما يتوسى يعني واجب بيهي او وكبه وين يهي إن ما ركت سنن تكاله وكسي سرعيو لكن عشاها راتبة دي سوى اللبا اون لبا كدن بيسوي راتبة دي سوى اللبا مركسي دا ساوي حكويهين تضبيو طبعا او طبعا اي مؤكديهين شانا تضبعا اي سن مؤكدا هين waa socdaa wa thalathu nawafila hadana saddex kale saddex sunno oo kale muakkadatun kuwa aad ya aad ya aad lo adkayay saddex kale oo noocii hore aan ahayn waxaan ka soo hadalay labadii ciidood qoraxmadoobaadka iyo diixmadoobaadka roobdoonti iyo rawaatibti salaadaha shanta raacsana laakiin waxaa jira hadana saddex kale oo sunnayaal ah oo si xog loo adkay oo waxa kala dhanba ka sii daran wa thalathu nawafila saddex nafli saddex salaadood oo nafli ah oo waajib ahayn laakiin mutatawwi'a tatawwu'a ama nafli am muakkadatun kuwa aad ya aad ya aad loo adkay way maxay yihiin saddexdaas salaatul layli habeenka salaadii salaatul laylka waxa la yiraahdaa salaatul layl salaatul laylka ما ركت آدي آد أيان لؤت كي صلاة الليل إن شاء الله تعالى سجارة أيان وها لدونا صلاة الليل
iyo fadligiisa iyo inta raacdoodu ka kooban yahay iyo waqtiga la tukan uu ku haboon yahay inta waan arki doonaa salaatul layli wa salaada cishaa kadib la tukado markii dib loo sii dhigo oo dhana uu sii fadli badan yahay hurdada kadib haddii intaad seexato ood hurdada ka kacdo ood habeenka dhexdiisa aad tukato markaana tahajud baa la yidhaah waa salaatul laylkii un salaatul laylkii salaatul laylka haddii hurdada ka hor aad tukato waa iska bannaan tahaye waxaa la yidhaahdaa salaatul layl baa la yidhaah haddii intaad seexato oo toosto aad tukatana tahajud baa la yidhaah kaa dambaana sii fadli badan salaada kale ee labaad ee sunnada kale ee aada loo adkeeyey waxa weeye waa salaatu duxaa salaada barqinkii barqinkii markay qoraxdu ay soo baxdo oo qadra rumxin waran saa loo taagay in la eg ay kor soo baxdo salaad la tukadana oo salaatu duxa la yidhaah ama salaadii barqinka la yidhaahna iyaduna waa sunno aad iyo aada loo adkeeyey waan arki doonaa iyadana fadligeeda markii aan daliilada iyo sharaxa iyo aan ka hadli doono insha allahu tacaala ta saddexaadna waxa weeye waa salaatu taraawiixi salaada la yidhaah salaatu taraawiixda weeye ta kalena salaa taraawiixdii waa qiyaamuleylkii oo ramadaanka fiiri qiyaamuleylkii oo laakiin fii ramadaana ah yaa waxaa la yidhaahdaa salaatu taraawiix marka intaas waxa weeyaan sunnayada salaada salaadaha sunnaha ah ee maaragtay sababka ugu noqon kara maxabada ilaahay sababka ugu noqon kara kuwii waqtiga lahaa oo muqayadka ahaa weeye intaa wixii aan ahayn aan soo sheegnay waxaa la yidhaahdaa maaragtay mutlaq baa la yidhaah waqti kasta shanta waqti ee in la tukado la mamnuucay maahane waqti kasta ood heshay inaad tukato ood labolabo ragcadood aad u tukato ood qiraacada dheerayso ood maaragtay sujuudda dheerayso ood ilaahay barido ood tasbiixda iyo aad badiso waxa weeyaan way kuu furan tahay ilaahay in baana kuusii dhoweynaysaa intaas ayaan ku koobaynaa darsigeennii hore wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu